السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم خاوتي، جيتكم اليوم في فيديو جديد. فيديو تاع اليوم راح نحكي لكم على تأشيرة فرنسا، يعني فيزا فرنسا. كاين بزاف يعني يحبوا يسقسوا ويعرفوا واش هما الوثائق المطلوبة. خاوتي اليوم راح نعطيكم الوثائق المطلوبة وكذلك نعطيكم بعض النصائح لكي تستفيدوا خاوتي. يعني ان شاء الله خاوتي لما تدخلوا الفيديو تاعي راح تدوا المعلومات والنصائح لتستفادوا منهم. هذا هو الهدف تاع القناة تاعي خوتي، لهذا حبيت ان شاء الله يعني ديروا لنا متابعة على القناة او بزر الاحمر تحت خوتي كليكوا عليه، وكذلك ديروا لنا اعجاب بالفيديو هذايا باش القناة هذه تطلع وكما نقولوا يكون فيها بزاف متابعين، باش توصل بزاف ناس يتفرجوا ويدوا معلومات. وثاني واهم حاجة انهم يدوا النصائح وما ينصبوش عليهم ويكونوا يعرفوا كلش خوتي. وهذه هي خوتي، انتظرونا ان شاء الله في بداية الفيديو. اولا خوتي راح نتكلموا على الملف المطلوب في تأشيرة فرنسا، يعني واش هو الملف. اي واحد لابد كيكون راح يقدم على تأشيرة اي دولة لازم يسقسي واش هما الوثائق المطلوبة باش يمدوا لك تأشيرة. كما على بالكم خوتي التأشيرة لازم لك دوسي، ودوسي هذا لازم يكون كامل ما تخص ولا ورقة خوتي. كما هما دايرين في الموقع الرسمي تاعهم، اول شيء بالنسبة للناس الخدامين خوتي، يعني لازم انسان هذا يكون خدام باش يقدر يدير تأشيرة. مثلا على الاقل يكون مش عارف انا عنده ريجيستر كوميرس ولا حرفي ولا فنان، والله يكون ايتيديون يقرأ، ولا يكون مثلا خدام سالاري. مهم لازم يكون خدام ولا يكون يقرأ خوتي. مهم خوتي انا اليوم راح نعطيكم الملف بالنسبة للناس الخدامين. اول ورقة خوتي شهادة العمل، يعني اتستاسيون دو ترافاي. اثنين عندنا كشف الراتب تاع ثلاث اشهر الاخيرة، يعني تروا فيش دو باي ديرنيير كما نقولوا موا الاخرين، يعني ثلاث اشهر ديرني تروا موا. وعندنا خاوتي ثلاثة اللي هو تيتر كونجي، يعني شهادة كما نقولوا احنا عطلة بلي راك كونجي. لازم خاوتي ثاني هذه لازم مهمة بزاف، تيتر كونجي لازم تديرها خاوتي. عندنا ربعة خاوتي كونت اورو، يعني كونت بالعملة الصعبة لازم ثاني. وعندنا خاوتي رولوفي تاع سي موا تاع سي سي بي، يعني شحال راك تسلك في كيما نقولو حنا تسلك عن طريق البوسطة ولا عن طريق البنك. مهم دير كشف الحساب تاع ستة اشهر الاخيرة، وهذه لازم خاوتي. وعندنا خاوتي شهادة الميلاد باللغة الفرنسية، واذا كنت متزوج دير شهادة عائلية، واذا كنت يعني كيما نقولو حنايا ماكش متزوج دير نقولو حنا فيش انديفيديال بلي راه شهادة فردية بلي راك اعزب. وعندنا خاوتي زوج صور شمسية، يعني دو فوتو لازم. وخوتي باقي حجز الفندق وحجز التذكرة، وبيان سور اللي اهم حاجة كاع خوتي اللي ما تكلمش عليها في البداية اللي هو الموعد. الموعد خوتي هذا لازم مهم بزاف. والفورميلار اكيد فورميلار راح تعمر فيها المعلومات الخاصة بك، يعني فيها كامل لي دوني تاعك الاسم واللقب وكل شيء خوتي. يعني هذا هو الملف كامل تاع تأشيرة فرنسا بالنسبة للناس الخدامين. وكما قلت لكم خوتي دوكا نحكي لكم على بعض النصائح. كما على بالكم خوتي فرنسا في الوقت الأخير وزير الخارجية تاعها تكلم بلي راح نقصوا التأشيرات للجزائريين، يعني راح نقصوا لهم نخفض لهم 50%. بما ان الناس اللي راهم يدوا تاشيره فرنسا ويروحوا لفرنسا دي زالجيريان ما يولوش، يعني الناس النسبه تاع الناس اللي راهي تحرك في الفيزا نسبه مرتفعه بزاف، لهذا اتخذوا هذا القرار خاوتي. حبيت نقول لكم خاوتي باللي فيزا فرنسا واحد ما يكذب عليكم باللي هي الفيزا الاولى في لو موند، يعني فرنسا الدوله الوحيده اللي تمد لها بزاف تاشيرات هي الجزائر مقارنه بعدد الطلبات. يعني كان بزاف ناس دوموندي فيزا ورام يمدوا، فهمتوني خاوتي؟ مثلا الناس يقول لك اسبانيا اكثر، اسبانيا خاطر ما يقصدوهاش بزاف ناس مش كيما فرنسا. لهذا حبيت نقول لكم باللي فرنسا راه تمد وما زالت تمد. وخاوتي دركا لازم الانسان هذا هي كي يكون راح يدفع الملف تاع فيزا فرنسا لازم يكون الملف كامل
كامل خاوتي، ما ينقصه ولا شيء، ويكون منطقي تاني خاوتي. واحد في عمر 20 سنة ما يديرش راهو باللي يخدم، وواحد 30 سنة ما يديرش راهو باللي يقرأ، فهمتوني خاوتي؟ واحد في عمر 20 سنة ما يديرش راهو باللي كوميرسون وبزناز وعنده دراهم بزاف. يعني لازم الانسان يكون منطقي شوية في الحوايج اللي يديرهم، ولا الكونت اورو ما يروحش يدير فيه 100,000 اورو 60,000 اورو وهو كيما نقولوا مانيش عارف انا خدام 3 ملايين الشهر. هذه ما تصلحش خاوتي، لهذا لازم الواحد يتريتي الدوسي تاعو انتيليجون، كيما نقولوا يكون انتيليجون ذكي في التريتمون تاع الدوسي تاعو، فهمتوني خاوتي؟ وكاين واحد المعايير ثاني اللي يدرسوا عليهم باش يمدوا ملف، اللي متزوج مش كيما اللي ماهوش متزوج، اللي خدام يعني خدمه شابه وسلاك مليح مش كيما اللي ما يسلكش مليح. وتبقى هي دائما دائما خاوتي نقولها، والناس كي نقول هكذا ما يصدقونيش، يقول لك رشيد راهو يهدر برك. والله يا خاوتي صدقوني، اقسم بالله العظيم وربي رشاد على كلامي، لا هذه التأشيرة يعني سواء فرنسا ولا اي دولة في العالم هي بور بليزير برك، هي مزية. الدولة هذه اللي راك رايح لها دير فيك مزية، تقول لك اروح زورني ولا اروح حواس ولا كذا خاوتي، يعني ماهيش لازم تدفع دوسي يمدولك، فهمتوني خاوتي؟ يعني حتى وتكون خدام ودوسيك مريقل وامورك بيان ويعطوك الرفض خاوتي، يعطوك الرفض نورمال ما كان حتى مشكلة، وما عندكش الدروة كاع تريكلامي ولا كيما نقولوا دير طعن ولا حاجة، يعطوك الرفض ما عليك الا تعاود تسكت خاوتي. وكاينين الناس بالمقابل يعني ما مخدمين ما والو، خدموا لهم هكذا ناس دواسة ودفعوا وعطاو لهم، والله لا عطاو لهم خاوتي، يعني باش هنا تتأكدوا باللي التأشيرة راها زهر ومكتوب. يعني انت توجد الملف تاعك وتكل على ربي، تروح تحط الدوسي تاعك، اعطاوك بصحتك، ما عطاوكش عاود الثانية، ما عطاوكش الثالثة. يعني انت ما تفشلش وما تيأسش كما نقولوا، ولا تقنطوا من رحمة الله. يعني الواحد ما يقنطش كما نقولوا ويزعف ويتقلق، يتم يحاول يديها. مثلا فيزا تركيا، انا نعرف واحد الانسان 4 مرات هو يعاود، والخامسة عطاولو عادي ما كان حتى مشكل. ومش شرط لازم دير نفس الملف، والله يبدو يكذبوا عليك يقول لك اذا دفعت بالملف تاع ايتيديون ماذا بك ما تديرش واحد بلاك تقرا. عادي خاوتي تقدر تدفع، انت اليوم هاك تقرا في الجامعه درت ايتيديون، قادر بعد شهر تحبس الجامعه وتصبح خدام وتصبح متوظف وراه المشكل. يعني تقدر يتبدل الملف هذا، ماشي شرط. يعني واحد ما يكذب عليكم يقولكم لازم كي تدفع بالملف واحد ما لازمش تبدله، لا لا خاوتي، خاطر هما في السيستم تبقى مسجل باللي راك دفعت، بصح ما يبقاش مسجل نوع الملف اللي دفعت به. يعني تقدر تدفع بليزيور فوا بدوسيات مختلفة. يعني اليوم دير روحك بلي راك خدام، قدوة دير روحك ايتيديون، قدوة دير روحك مانيش عارف انا بطال، واحد راح يتكفل بيك، يعني تصلح نورمال خاوتي. وهاني فهمتكم وقلت لكم والله الفيزا غير زهر ومكتوب، انت ما عليك الا تدفع وتستنى لا ريبونس، وانت وزهرك ومكتوبك خاوتي. المهم ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو هذايا وديتوا معلومات التي تحتاجوهم، ونتمنى خاوتي ديرونا متابعة للقناة وديرونا جام للفيديو هذا باش يوصل الناس بزاف يفهموا باللي فيزا ما كاش حاجة يسموها مضمونة، باللي الفيزا هذه مكتوب وزهر، ويعني كما نقولوا تكون تريتمون انتيليجون، يعني واحد يدفع ملف يكون معقول. وهذه هي خاوتي، ما بقى لي انا نقولكم السلام وتهلاو في رواحتكم، وانتظرونا ان شاء الله في فيديو جديد. شكرا.